مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليستي ان. اليوم تطورات جديدة شهدها الملف المتعلق بشبكة تعاطي وترويج الكوكايين المتعهد به من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانا والموقوف بشأن الفنان نور شيبة والفنانة بثينة محمد وحاتم ساسي ابن الحارس السابق عطوق. وحسب تطورات الأبحاث فقد أذنت مساء أمس الجهات القضائية المتعاهدة بالملف بالاحتفاظ بشخصين آخرين من بينهم وكيل شرطة وصاحب ضيعة بيجامارد كان محل تفتيش وتم إيقافه أمس. كما صدرت بطاقة جلب قضائية في حق الفنان فهمي الرياحي حسب ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ويبدأ أنه خارج البلاد مع إصدار قرار بتحجير السفر عليه. كما أن إعلامية مشهورة وفنان معروف آخر اسمهما مذكور في الأبحاث في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية التي عرفت تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية.